مساء الخير. نفتتح المسجد الجمعوي الاخترين الشعلوي عملنا على تاسيس له باصرار وتواضع. تقليد الانخراط الجاد والواعي في اسئله الرائم بارتباطاته الوطنيه والجهويه والمحليه. اسئله تسعى دائما الى ان تكون محط نقاش عمومي بين جميع الفاعلين ومن مختلف حساسيات ثقافية وسياسية منتصرين فيها دائما بقوة الحوار ومشروعية الاختلاف. نساهد هذا الموسم الجمعوي في ظل أنساق بالغ التعقيد والالتباس، أنساق اجتماعية وسياسية وحقوقية مفتوحة على جميع الاحتمالات، أنساق تدفع الفاعل المدني إلى إعادة طرح السؤال في ماهيته وانتظاراته في استراتيجيته وقيامه. ولأننا في الشعبة تأولنا على أن نخصص لكل موسم جمعوي محورا موضوعاتيا تيماتيك، فقد ارتقينا أن يكون سؤال استراتيجية وسؤال قيم محور اشتغالنا خلال هذه السنة على المستوى الثقافي والتربوي. فالمجتمع المدني في بلادنا اليوم امام رهانين كبيرين، رهان الاستراتيجية ورهان القيم. فالمجتمع المدني بدون استراتيجية واختيارات واضحة سيظل مجرد إطار شكلي وهلالي لا أفق له غير الأفق الانتظامية والسقوط المدير في أجندات أخرى تتناقض مع المنتظر المعياري من المجتمع المدني الديمقراطي والمستقل. فما هي استراتيجية المجتمع المدني اليوم؟ وما هي اختياراته الفكرية؟ وما دوره في تدبير السياسات المدنية؟ وما هو موقعه في حراك الذي شهده الفضاء العمومي؟ وستكون هذه الساعة أيضا مناسبة لمطرحة سؤال القيم والمجتمع المدني، خاصة في ظل واقع مدني يفرض التغيير بجدي في مثال أخلاقي الفاعل المدني في بلادنا، والسعي لرد الاعتبار للعمل الجمعوي كخدمة عمومية وتطوعية ومحصنة من كافة أشكال الإفساد والتمييع. إن سؤال القيم هو سؤال الحكمة، سؤال المسؤولية والمحاسبة والشفافية، وهو أيضا سؤال المواطنة والحداثة والديمقراطية والحرية كقيم هي مقدر ومرجع لعملنا كفاعلين مدنيين. أيها الأخوات أيها الإخوة، نأمل في جمعية شعبة التربية والثقافة فرع تزنيت أن نكون في برنامج سنوي قد وفقنا في طرح جزء مما يعتمد داخل مجالنا الجمعوي من أسئلة وانتظارات، وذلك لمساهمة شركائنا ومكونات نسج الجمعوي المحلي. أيها الحضورين، نستعد لموسمنا الجمعوي بإنتاج الجهوية الثانية حول الصحافة الجهوية تجارب ورهانات، شاكرين كل من تفضل بالحضور في هذا النشاط الافتتاحي، كما نحيي الفعاليات الإعلامية على مشاركتها في هذه الندوة، وشكرا.